لقائنا اللي موجودين فيه مع حضراتكم، لقاء حرس الحدود وغزل المحل على استاد الجيش ببرج العرب، وايضا على الجانب الاخر في نفس التوقيت عندنا لقاء مهم جدا نتيجته مؤثره على الفرق اللي بتتصارع من اجل البقاء، وهو لقاء بيراميدز اللي بيواجه طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي. هنطير الى ملعبي اللقاءين دول عشان نتعرف على اخر استعدادات الفرق الاربعه قبل لقائهما معا في اللقاءين المهمين جدا، سواء لقاء حرس الحدود وغزل المحلة أو لقاء بيراميدز وطلائع الجيش، مع زملائنا الأعزاء صلاح عقدة من استاد الجيش ببرج العرب والزميل العزيز مينا ماهر من استاد الدفاع الجوي. صلاح ومينا مساء الورد عليكم، ونبتدي مع صلاح عقدة وآخر استعدادات وأخبار ملعب الجيش ببرج العرب واستعدادات فريقي حرس الحدود وغزل المحلة. صلاح مساء الفل عليك. مساء الفل زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي استاد مصر في كل مكان، من هنا من استاد الجيش المصري ببرج العرب. مباراه الموسم بالنسبه لفريق غزل المحله اللي بيواجه النهارده صاحب الملعب فريق حرس الحدود. فريق حرس الحدود يعني يمكن ما عندوش حاجه النهارده يبكي عليها، لكن عنده هدف هو عدم تفويت او عدم الحديث عن تفويت المباراه لصالح غزل المحله، خصوصا ان هناك تركيز كبير جدا داخل صفوف فريق حرس الحدود، وكان هناك اجتماعات مكثفه للكابتن محمد مكي المدير الفني ومجلس اداره فريق حرس الحدود عن اهميه الثلاث نقاط النهارده حتى يخرج فريق حرس الحدود من الجدل خلال اخر مباريات الدوري، خاصه الفريق النهارده بيسعى للحصول على ثلاث نقاط لينهي الدوري بثلاث نقاط مهمين قبل مواجهه النادي الاهلي في المباراه المؤجله في اخر مبارياته في القسم الاول. خلينا اقول لك ايضا يغيب عن فريق حرس الحدود في هذا اللقاء مصطفى زيكو للايقاف وحصوله على ثلاث انذارات، واستغل فتره الايقاف وتم زواجه خلال المرحله الماضيه. بيغيب ايضا مؤمن عوض للاصابه، محمد فوزي حارس المرمى بيغيب للاصابه النهارده، بيلعب بكريم عماد الحارس الثالث، لان احمد السعداني الحارس الثاني كان في حجه لسه واصل من يومين مش هيشارك النهارده، موجود على دكه البدلاء. ايضا مصطفى صبحي للاصابه بيغيب النهارده عن صفوف فريق حرس الحدود، بيرتدي الزي النهارده الزي الاحمر الكامل. اما بقى فريق زعيم الفلاحين غزل المحل اللي بيدخل المباراه النهارده باهم ثلاث نقاط لهذا الموسم بيحاول الحصول عليهم على ارض ملعب استاد برج العرب. كابتن خالد عيد دخل معسكر مغلق في برج العرب هنا منذ يومين واتمرن تدريبات يوميه مكثفه على ملعب الفرع لاستاد برج العرب. ايضا كان له محاضره مهمه جدا النهارده الصبح قبل التوجه للاستاد مع اللاعبين عن المباراه، خدوا المباراه ببساطه جدا، مباراه يعني ما فيهاش شد عصبي كبير جدا، لكن ثلاث نقاط مهمين جدا لفريق حرس الحدود النهارده، لفريق غزل المحله النهارده اللي يبقى في الدوري الممتاز. يدير المباراه النهارده الحكم محمود عاشور، هو حكم الساحه، اما حكم الفار كابتن عبد العزيز السيد. زميلي العزيز ابراهيم دي كل الكواليس الخاصه بمباراه اليوم من هنا من استاد برج العرب. عوده ليك مره اخرى استاد مصر.